نشرة مسائية مفصلة من تلفزيون لبنان. مساء الخير. أسعد الله مساءكم. جل الأمال في المنطقة والعالم معقودة على مساعي الرئيس الفرنسي بتقريب وجهات النظر بين الأمريكيين والإيرانيين للوصول إلى عقد الاجتماع المنتظر بين الرئيسين ترامب وروحاني وتجنيب المنطقة حربا مجنونة. إلا أن ماكرون نفسه عاد اليوم فوصف نتائج مباحثات قمة السبع حول الملف الإيراني بالهشة. عدم اليقين الفرنسي هذا يطرح جملة مخاوف من رجحان كفة الحرب على الدبلوماسية، وما نقل عن تجديد تل أبيب إجراءات أمن سفاراتها حول العالم وارتفاع وتيرة الخروق الإسرائيلية للأجواء اللبنانية خلال الساعات الماضية من جهة، وقول عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني سعيد جليلي إن إيران سترد بقدرات شبابها على بلطجة ترامب وخداع ماكرون من جهة ثانية، ما هي إلا مؤشرات غير مطمئنة في هذا المضمار. لبنان المعنى الأول بما يجري من بيارتس إلى بيروت مرورا بعواصم الدول الكبرى تلاقت مواقف قواه سياسية على تنوعها مع الموقف الرسمي الذي صدر قبل قليل عن مجلس دفاعه الأعلى والذي أكد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل لمنع تكرار الاعتداء الإسرائيلي. لكن وعلى هامش الاجتماع لفت قول الرئيس الحريري للصحفيين ليس هناك ما يخيف اطمئنوا. في المقلب السوري اتفاق تركي روسي على إقامة منطقة آمنة شمال سوريا سبق أن اتفقت كل من واشنطن وأنقرة على إقامتها، وكذلك اتفق على وقف المواجهات في إدلب. نبدأ من بيان مجلس الدفاع الأعلى من بيت دينا الذي أكد حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وأضاف وأن الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان. فخامة الرئيس الاجتماع بعرض سريع لاعتداء الطائرتين المسيرتين ليلة السبت الأحد الواقع في 24-25 آب 2019 في الضاحية الجنوبية من بيروت. ثم عرض دولة رئيس مجلس الوزراء للاتصالات التي أجراها مع المجتمع الدولي معتبرا هذا الاعتداء الأول من نوعه منذ العام 2006، وأول خرق تقصد منه إسرائيل تغيير قواعد الاشتباك مما يهدد الاستقرار. وأفاد دولة رئيس مجلس الوزراء أنه تم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين. وشدد فخامة الرئيس على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه لأنه حق مشروع. وأكد المجلس الأعلى للدفاع على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل ضد أي اعتداء، وهو حق محفوظ في ميثاق الأمم المتحدة لمنع تكرار مثل هذا الاعتداء على لبنان وشعبه وأراضيه. وتبقى الوحدة الوطنية أمضى سلاح في وجه العدوان، وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذا للقانون. ونبقى في بيت الدين لتوافينا الزميلة ميرنا شضياق بمزيد من الأجواء حول اجتماع مجلس الدفاع الأعلى. ميرنا مساء الخير، ما هي الأجواء لديك؟ مساء الخير نبيل. يعني أجواء جلسة الاجتماع المجلس الأعلى للدفاع، بدأ هذا الاجتماع بكلمة للرئيس عون ثم كلمة للرئيس الحريري عرض فيها لآخر الاتصالات الدبلوماسية الداخلية والخارجية حول هذا الموضوع، كاشفا عن تحرك دبلوماسي كثيف لهذا الموضوع. الحريري ركز أيضا على الأسلوب الجديد الذي استخدمته إسرائيل هذه المرة في الاعتداء، متحدثا عن الشكوى لمجلس الأمن. ثم تناوب الوزراء على الكلام وعرض قائد الجيش لآخر المعطيات المتوافرة حول هذا الاعتداء على الضاحية الجنوبية، فيما وزير الدفاع تحدث عن مسؤولية الدولة في مواجهة المسؤولية الدولية في مواجهة الاعتداءات المتكررة. كذلك وزير الخارجية قدم تقييما للناحية الدبلوماسية لما حصل. ثم جرى نقاش حول احتمالات واهداف
الاحتلال الإسرائيلي من وراء هذه العملية. المشاركون أجمعوا على أن هذا الاعتداء يشكل ضربة للاستقرار في لبنان، خصوصا أنه يواجه مخاطر اقتصادية عديدة. وكذلك قرر المجلس اتخاذ جملة إجراءات، منها ما يتخذ في الحالات المماثلة، بالإضافة إلى إجراءات أمنية أخرى تتلائم مع الظروف الراهنة وملابسات الاعتداء. وبحسب معلومات تلفزيون لبنان، فمن ضمن هذه الإجراءات اتخاذ خطوات لمعالجة ظاهرة طائرات الدرون من خلال ضبط عملية بيع واستيراد وشراء كاميرات الدرون. وكان أيضا يعني ردا على سؤال حول الموقف، كيف تلقف موقف الدولة حول هذا الموضوع، قيل لنا أن هناك تفهما دوليا حول موقف لبنان من هذا الاعتداء الإسرائيلي. نبيل. نعم ميرنا، شكرا لك على كل هذه المعلومات. حدثينا مباشرة من المقر الرئاسي من بيت الدين. رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بحث هاتفيا مع وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف في الاعتداءات الإسرائيلية على الضحية، والتقى قائد القوات الدولية للغرض نفسه. أجرى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري اتصالا بوزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، وأبلغه أن الاعتداء الإسرائيلي عمل خطر واعتداء على السيادة اللبنانية وخرق القرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار. وأوضح الرئيس الحريري أن لبنان يعول على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة لإسرائيل بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية، مؤكدا أن الاعتداء على منطقة مأهولة بالمدنيين وجه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهددوا بتصعيد خطر الأوضاع في المنطقة لا يمكن التكهن بنتائجه. وفي هذا الإطار التقى الرئيس الحريري قائد القوات الدولية العاملة في الجنوب الجنرال ستيفانو دالكول، وعرض معه التطورات التي شهدها لبنان في الأيام الماضية، واطلع منه على الأوضاع في منطقة عمل القوات الدولية في الجنوب والمهمات التي تقوم بها. جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في السراي وافقت على خطط النفايات، واستهلها الرئيس الحريري بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية. فرضت الاعتداءات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية نفسها على جلسة مجلس الوزراء الاستثنائية في السراي والمخصصة للبحث في خطة النفايات، وقد استهلها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بإدانة الاعتداءات على لبنان، واعتبرها خرقا فاضحا للقرار 1701. وزير الإعلام جمال الجراح أوضح أن الحكومة اللبنانية ستتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن. دولة الرئيس افتتح الجلسة بإدانة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، واعتبرها خرق فاضح للقرار 1701 وتهدد استقرار لبنان. وهذا العدوان هو مرفوض ومدان، واتصالات كثيفة تجري لوقف هذه الاعتداءات وردع العدو الإسرائيلي عن الاستمرار باعتداءاته على لبنان. طبعا ستتقدم الحكومة اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن. خلال الجلسة سأل الوزير ريشار كوماجيان لماذا لا يكون قرار الحرب والسلم بيد الدولة، فرد رئيس الحكومة بأن إسرائيل هي المعتدية. كذلك أشار الوزير جراح إلى أن هذا المطلب هو مطلب دائم للقوات اللبنانية ولمعظم القوى السياسية، وهو متروك إلى حين البت باستراتيجية الدفاعية، وستناقش في سلة متكاملة، لكن ليس في هذا الجو حيث تنفذ الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان. أما في الموضوع البيئي فقد تحدث عنه الوزير فادي جريصاتي معلنا إقرار خطة النفايات في معظم بنودها باستثناء البند المتعلق بالأحكام المالية واسترداد الكلفة، وقد جرى الاتفاق على أن تأخذ وزارة المالية ووزارة البيئة مهلة شهر على أن يتم تأليف لجنة لكي تستطيع الانتهاء من الدراسة المالية. عن المطامر أشار جريصاتي لأن لا شيء ملزم ومنزل من قبل الوزارة، لكن من يريد الاعتراض عليه تقديم البديل. يعني في تقريبا نص بالنص تقريبا بين المتفق عليه بين اللي بعد في ملاحظات عليه. أعطيته مثل الوزير الشايب بموضوع النعمة، فأنا بعتقد يعني أعطينا مهلة كفاية لنكون أخذنا متنبول وعطينا للصلح مطرح، بس بالآخر لازم نقبل شغلي مثل ما منقبل بالأمن بالتراضي، ما رح يكون في بيئة بالتراضي. يعني في وقت ما الدولة بدها تحسن موقفها. هلأ في فرصة للكل، خلينا نكون كتير إيجابية ونقول كل السلطات المحلية اللي هي كمان منتخبة من الشعب وعندها كل الشرعية، مع اتحاديات البلديات، مع المقامين والمحافظين، نتعاون كلنا سوا ليه الأنسب.
وزير البيئة أكد أن خطة النفايات ليست مقتصرة على المطامر، إنما هناك 4 أو 5 سنوات لكي يكون التفكك الحراري جاهزا، موضحا أنه جرى التوافق على موقعين في بيروت ودير عمار على أن يبقى هناك موقع ثالث في جنوب بيروت، حيث تم إعطاء مهلة أسبوعين لحركة أمل وحزب الله ليقدموا الاقتراح الأنسب لهذا الموقع. رأى تكتل لبنان القوي الذي انعقد برئاسة الوزير جبران باسيل أن الاعتداء الإسرائيلي على الضاحية هدفه تغيير قواعد الاشتباك، الأمر الذي رفضه التكتل، وأن ما يجري لا يمكن فصله عما تقوم به إسرائيل من أعمال عدائية في العراق وسوريا. وأكد التكتل أن من حق لبنان الاحتفاظ بعناصر قوته والدفاع عن نفسه بكل ما يملك من قوة. غرد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر تويتر قائلا: لا شك أن جهود الرئيس الفرنسي ماكرون في قمة بياريتز هي في غاية البراعة السياسية، ونتمنى أن تنجح محاولته لجمع الرئيس الأمريكي والإيراني فوق كل الحواجز الهائلة لمنع المنطقة بأسرها من الانزلاق إلى حروب مدمرة، ولجم المتطرفين من سائر الأطراف والدول من العبث تفاديا للفوضى والمجهول. حركة اعتيادية في الجانب اللبناني على الحدود الجنوبية في ظل غياب تام لجنود الاحتلال والمستوطنين على المقلب الآخر. جولة استطلاعية لكاميرا تلفزيون لبنان منذ الصباح الباكر على طول الحدود اللبنانية الفلسطينية في القطاعين الغربي والأوسط، ومن مشاهدات مندوبين استمرار الحياة بشكل طبيعي على الجانب اللبناني، حيث تابع المزارعون أعمالهم كالمعتاد في حقولهم قبالة مستوطنة المطلة وفي حركتهم وتنقلاتهم على الطريق العام الحدودي المحاذي للجدار الإسمنتي الفاصل بين كفركيلة والعديسة، في مقابل غياب كل مظاهر التنقلات والأعمال في الجهة الإسرائيلية خلف الحدود، سواء من ناحية الدوريات المؤللة الإسرائيلية أو من ناحية حركة السيارات أو المركبات غير العسكرية على الحدود مع لبنان. قوات اليونيفيل في هذا الوقت كثفت من دورياتها عند خطوط التماس، يرافقها تحليق مروحيات دولية لمراقبة أي خرق على الحدود. الناطق باسم اليونيفيل أندريا تيننتي أكد لتلفزيون لبنان أن جنود حفظ السلام يواصلون القيام بأنشطة منتظمة في منطقة عمليات اليونيفيل على طول الخط الأزرق، موضحا أن الوضع في جنوب لبنان يحافظ على هدوئه، فيما تواصل اليونيفيل العمل مع الأطراف لضمان عدم حصول أي سوء فهم أو حادث يمكن أن يعرض وقف الأعمال العدائية للخطر. هذا على الأرض، أما في الجو فقد خرقت طائرة استطلاع إسرائيلية الأجواء من فوق مزارع شبعة، ونفذت طلعات استكشافية بشكل دائري على علو متوسط فوق قرى وبلدات العرقوب حصبية، كما حلقت طائرة معادية فوق قرى وبلدات مرجعيون. وخلال الليل أدت القنابل المضيئة التي ألقاها العدو الإسرائيلي من موقع رويسات العلم داخل مزارع شبعة المحتلة إلى اندلاع حريق في منطقة الشحل المحررة غربي شبعة. العميد الركن المتقاعد من حطاي تأكد أن نتنياهو يلعب على حافة الهوية، ورغم استبعاده الحرب رأى أن المواجهة مفتوحة مع العدو وشكلها متجدد تقنيا بما تملكه المقاومة من خبرات وأعتداء. حاورته من الشديق. في ظل لعبة المواجهة على حافة الهوية التي يتقنها رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عند كل استحقاق، وكيف إن كان هذا الاستحقاق انتخابي يرسخه في موقع القرار، حصل الاعتداء الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية بعد أن كان لبنان منذ العام 2006 قد دخل في مرحلة محكومة بأمرين: قواعد اشتباك متوازنة ومعادلة ردع متوازنة. فأتى الاعتداء الإسرائيلي ليطيح بهذه القواعد، وبتنا أمام مرحلة جديدة. إسرائيل اتجهت في اتجاه تغيير الواقع بخلفيتين: الخلفية العامة، الخلفية الإقليمية الدولية العامة، والخلفية الشخصية الذاتية لنتنياهو. بالخلفية العامة الكل بيعرف من 2017 ومسلسل الهزائم والخسائر تنزل بالمحور الذي تقوده أمريكا وفي إسرائيل. في الخلفية الخاصة هناك خطر
جدي على مستقبل نتنياهو في الانتخابات المقبلة. نتنياهو اجا انطلاقا من الخلفيتين العامة والخاصة ليكسر شيء قائم في لبنان، فإذا حقق إنجاز وسكتت المقاومة بيكون أهدى للمحور الذي ينتمي إليه هدية ثمينة أنه حقق إنجاز ميداني، وبيكون أهدى الشعب الإسرائيلي بين قوسين الذي يستعد للذهاب للانتخابات هدية ثمينة هي الأمن بالقوة كما كان سابقا، فيعود للرئاسة الحكومة. أما الرواية الإسرائيلية عن طائرتي الاستطلاع وأنهما من صنع إيراني غير واقعية بحسب العميد الركن أمين حطيط. الرواية الإسرائيلية باعتبار الطائرتين إيرانيتين وتجربة وهي حقيقة مثيرة للضحك، وليس بمثل هذه الأمور تقاد المسائل الإعلامية والمواجهة. طبعا الحقيقة تنسف كليا هذه الفرضية. الرد الذي جاء على لسان السيد حسن نصر الله البارحة رد أربك إسرائيل كما تابعنا في وسائل الإعلام، ولذلك يريدون أن يخففوا من وهج الحقيقة ويتنصلون من العملية حتى لا يأتي الرد، ولكن أعتقد هذه المحاولة فاشلة. ويبقى الترقب سيد الموقف إلى حين تبلور طبيعة المرحلة الجديدة التي تفرضها ردود الفعل. أهلا بكم من جديد. مناورة بحرية للأمن العام تجري لأول مرة لمناسبة العيد 74، واللواء إبراهيم يؤكد مواصلة التدريب والجهوزية لحفظ لبنان وشعبه والمقيمين فيه. لمناسبة العيد 74 ولأول مرة أجرت مجموعة من دائرة الرصد والتدخل في المديرية العامة للأمن العام مناورة بحرية حاكت عملية مطاردة وتوقيف إرهابي خطير كان يحاول الفرار إلى خارج لبنان على متن إحدى البواخر. وتوازيا مع انطلاق المناورة تولى ضابط في الأمن العام تفاصيل المناورة خطوة بخطوة وكيفية عمل العناصر التي توجهت على متن قاربين باتجاه الباخرة سعيا لتوقيف الإرهابي المحتمل. عمليا بدأت المداهمة اللي كانت قسموا ثلاث أرهاب. هيدا الفريق مهتم بحماية طاقم الباخرة وتفتيشه وعزله عن باقي أعصام الباخرة. وفي مناسبة العيد 74 كذلك وجه اللواء عباس إبراهيم في النشرة التوجيهية إلى العسكريين داعيا إياهم إلى المضي قدما في تحقيق الأداء الأفضل وتقديم التضحيات التي أقسمتم على بذلها مهما كانت الصعوبات دفاعا عن لبنان وخدمة لشعبه وللزائرين والمقيمين من دون أي تمييز. وقال اللواء إبراهيم للعناصر إن ما قمتم به من أداء نوعي من خلال العمليات الاستباقية على المستوى الأمني في إطار تثبيت واقع لبنان الآمن جنب الوطن أهوالا لو تحققت لكانت سفكت دماء مئات الأبرياء. وأضاف اللواء إبراهيم أن المثابرة على العمل الجاد المبني على الحقوق والواجبات والمرتكز على التقيد بالقوانين والتعليمات كفيل بتحقيق خطوات نوعية ومتقدمة، وأشار إلى أن النجاح في المواجهة يكون بالتدريب والجهوزية وببذل الجهد في التقصي عن الخلايا التجسسية الإرهابية لإحباط أي محاولة للتلاعب بالأمن. في المقر الرئاسي الصيفي رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون تسلم أوراق اعتماد سفراء جدد. دفعة جديدة من رؤساء البعثات الدبلوماسية قدموا أوراق اعتمادهم إلى رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في قصر بيت الدين. تضمنت سفير جمهورية فنزويلا البوليفارية، سفير جمهورية إندونيسيا، سفير جمهورية الهند، سفيرة الجمهورية البرتغالية، سفير نيوزيلندا،
سفير جمهورية غواتيمالا، سفير جورجيا، سفير جمهورية البوسنة والهرسك، وسفير البيرو. ولدى وصول السفراء تباعا إلى قصر بيت الدين أقيمت المراسم والتشريفات المعتمدة، فعزفت موسيقى الجيش نشيد البلاد التي يمثلها السفير في الوقت الذي رفع فيه علم دولته على سارية القصر إلى جانب العلم اللبناني. بعد ذلك حيا السفراء العلم، ثم عرضوا سرية من لواء الحرس الجمهوري. دخلوا بعدها إلى صالون القصر وسط صفين من الرماحة، حيث قدموا أوراق اعتمادهم إلى الرئيس عون، كما قدموا له أعضاء بعثاتهم الدبلوماسية المرافقة. ولدى مغادرة السفراء بعد تقديم أوراق الاعتماد، عزفت موسيقى الجيش النشيد الوطني اللبناني، ونقل السفراء إلى الرئيس عون تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية، مؤكدين له العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم. وقد تمكن مئات من السياح العرب والأجانب الذين أموا قصر بيت الدين من متابعة وقائع المراسم التي أقيمت لاستقبال السفراء الجدد. الرئيس بري التقى الهيئة البرلمانية للتنمية المستدامة والوزير السابق كريم بقردوني، والنائب عايس أكد أن الرئيس بري أعطى توجيهاته لتسريع العمل الرقابي من قبل اللجان النيابية المختلفة. رئيس مجلس النواب نبيه بري اطلع من وفد الهيئة البرلمانية للتنمية المستدامة على أعمال هذه الهيئة، والتي ستعقد الملتقى الأول لها في شهر تشرين الثاني المقبل برعاية رئيس بري وحضور رؤساء ومقرري اللجان النيابية، لشرح أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة ودور البرلمانيين والعمل التشريعي. وقد تناقشنا مع دولة الرئيس أيضا في عدد كبير من الأمور وتنفيذ قوانين قد تأخر تنفيذها حتى اليوم، وقد أعطى دولة الرئيس توجيهاته في هذا الصدد لتسريع العمل الرقابي من قبل اللجان النيابية المختلفة، لا سيما لجنة تنفيذ ومتابعة تنفيذ القوانين برئاسة الوزير ياسين جابر. وكان الرئيس بري قد التقى الوزير السابق كريم بكردوني، وتم عرض التطورات على الساحتين المحلية والإقليمية. كذلك التقى الكاتب المغترب محمد طعان، الذي قدم للرئيس بري مجموعة من مؤلفاته حول الاغتراب اللبناني. البطريرك الراعي يدعو لإقرار الاستراتيجية الدفاعية لتصدي للاعتداءات الإسرائيلية. ما بعد التصنيف العالمي للاقتصاد اللبناني، المحلل المالي الاقتصادي أنطوان فرح لا يرى حلا في الأفق إلا عبر وقف مزارع الهدر. في الصفحة الاقتصادية مع ندى الحوت. التداعيات المالية التي بيعرفوها أصحاب الشأن، نعم، وقت، لأنه مجرد ما وكالة فيتش صنفتنا تريبل سي، نحن صرنا بدرجة سي، عندنا موديز وعندنا فيتش، انتهى الموضوع. يعني ما فينا نعمل مفاضلة بنقول ستاندر أند بورز أهم من فيتش، وبالتالي لا. نعم. التصنيف انخفض، بس اذا بدك الاضرار دفعنا حقها مسبقا شوي قسم منها، والقسم الثاني ما دفعناه لان كان في طمانينه عند الناس، وهذا عن غير قصد بس كويس. اليوم في بموضوع الدولار في شح بالسيوله بالسوق، وفي كلام انه الصيرفي يعني ما عم بيكون عم بيمشي مزبوط على المطلوب انه يمشي عليه. فاليوم برايك شو الحال بهالموضوع؟ يعني لك اولا خلينا نقول انه كمان بهذا الموضوع في واقع وفي استغلال. الواقع انه في شح بالسيوله بالدولار، وبالتالي الصيرفي لما ما بيتوفر له من السوق الشرعيه يقدر يشتري الدولار بالسعر الرسمي، وبيضطر يشتري بسعر مرتفع قليلا عن السعر الرسمي، اكيد بده يرجع يبيعه هو بسعر اعلى. وبالتالي هذا هو الواقع. هلا الشيء الثاني هو الاستغلال. طبيعي انه في اشخاص، في صيارفه، ويمكن في اشخاص عم يشتروا عند الصيارفه ويبيعوا، عم بيحاولوا يستغلوا هذا الموضوع، وبالتالي يحققوا ارباح غير مشروعة، وطبعا بتأثر على المناخ العام بالبلد وعلى سياسة النقد. هذه بدها تدخل، بعتقد أنا بلشوا فيها، يعني بلشوا بإجراءات حزمة والصيارف اعترضوا، وبعتقد رح نوصل بالآخر لتسوية تصير نوصل فيها إنه نوقف هذا الموضوع غير الشرعي، ونترك موضوع العرض والطلب أكيد لأن ما فينا ندق فيه لأن السوق حر. عودة إلى تقرير البطريرك الراعي الذي دعا لإقرار الاستراتيجية الدفاعية لتصدي للاعتداءات الإسرائيلية.
أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي على ضرورة إقرار الاستراتيجية الدفاعية، مناشدا المجتمع الدولي إرغام إسرائيل التقيد بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 1701 ومضاعفة الدعم السياسي والاقتصادي والعسكري ليتمكن لبنان من تجاوز التحديات الراهنة. البطريرك الراعي كان استقبل اليوم النائب السابق فارس سعيد الذي أشار إلى أنه عرض مع البطريرك التحضيرات للمؤتمر المسيحي العربي الأول. ومن زوار الديمان اليوم أيضا الناشط ورجل الأعمال سامر كبار الذي أشار بعد اللقاء إلى أنه تناول مع البطريرك الراعي الوضع الاقتصادي الذي تشهده طرابلس وازدياد نسبة الفقر وعدم قدرة أبناء المدينة على تحمل هذا الوضع، وأكد له العمل على تعزيز الدور المسيحي في طرابلس كي تعود بتنوعها العاصمة الحقيقية الثانية للبنان. ومن زوار الديمان اليوم أيضا عضو المكتب المركزي للاغتراب في تيار المستقبل محمد كنج. كما استقبل الراعي قنصل عام ألبانيا في لبنان مارك اسكندر غريب. ومزيد من الأخبار المحلية في هذا التقرير. استقبل قائد الجيش العماد جوزيف عون في اليرزي قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اللواء ستيفانو ديلكول وبحث معه في الأوضاع، كما استقبل وفدا أمريكيا وجرى البحث في العلاقات الثنائية بين جيشي البلدين. واستقبل الملحق العسكري السعودي العميد الركن سلام المصلوخي في زيارة وداعية قدم خلالها خلفه العميد الركن منصور بن محمد التركي. من عكار شدد النائب هادي حبايش أنه علينا أن ننجح بتأمين حقوق عكار بالتعيينات الإدارية التي ستحصل في غضون الأسابيع المقبلة، أما في مجلس الوزراء فنحن بانتظار إقرار المشاريع الإنمائية من خطة ساد، ونحن كنواب ندفع بقوة في هذا الاتجاه ونواكب هذه المشاريع حتى إقرارها وتأمينها. عقد مؤتمر للجمعية المعلوماتية المهنية للمطالبة بوقف تهريب أجهزة الكمبيوتر وذلك في نادي الصحافة، حيث دعا النائب نديم لجميل وزارة المالية للاهتمام بهذا القطاع إضافة إلى الجمارك، لأن هذا القطاع هو ركيزة لأي تطور وصولا إلى الحوكمة والحكومة الإلكترونية، ولأن القطاع التكنولوجي سيساعد الدولة للانتقال إلى مكان آخر. سأل نائب رئيس حزب الكتائب الوزير السابق سليم الصايغ كيف يمكن للسيد نصر الله بما يمثل من موقع سياسي كرئيس حزب أن يكون أول من يتحدث عما حصل في الضاحية، سائلا أين وزير الدفاع والدولة ورئيسها والحكومة ورئيسها، ولماذا لا تجتمع بصورة عاجلة لأخذ زمام الأمور في الدفاع عن لبنان، ومن يضع الاستراتيجية الدفاعية بعد هذا الانتهاك المرفوض للسيادة اللبنانية معتبرا أن الأمر لا يمكن أن يعالج بالبيانات والاستنكار والاستهجان، مطالبا بأن يتولى الجيش اللبناني منفردا مسؤولية الدفاع عن لبنان. كلام الصايغ جاء خلال أحياء ذكرى شهداء المجدل في قداس أقامه قسم المجدل في كنيسة مرسيبة تحت شعار حتى الوفاء ما بك فيكن. في أجواء عيد الغدير المبارك نظم مجمع الإمام الصادق في بلدة لبية ندوة فكرية حول المناسبة حضر فيها عميد كلية الشريعة في الجامعة الإسلامية الدكتور فرح موسى بحضور لفيف من العلماء ومفكرين وفعاليات المنطقة وحشد من الأهالي. برعاية وزير الثقافة تم إطلاق مؤتمر مباراة الأفكار في فن العمارة في نقابة المهندسين في بيروت، وكانت كلمات شددت على معنى العمارة وأهميتها في تاريخ وحضارة لبنان. أحييكم من جديد. هل تنجح فرنسا بنزع فتيل التفجير الأمريكي الإيراني؟ ترامب يقول إن لديه مشاعر جيدة تجاه إيران ومنفتح على لقاء روحاني، والأخير يشير إلى أن لا محادثات مع واشنطن إلا إذا رفعت العقوبات. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني أن طهران لن تدخل في حوار مع الولايات المتحدة ما لم ترفع عنها كل العقوبات، مضيفا أن إيران مستعدة دائما لإجراء محادثات، لكن ينبغي على واشنطن أولا أن تتحرك برفع كل العقوبات غير المشروعة والجائرة المفروضة على إيران. وقال روحاني في كلمة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة: سنواصل تقليص التزاماتنا في الاتفاق المبرم عام 2015 إذا لم تكن هناك ضمانات لمصالحنا. طهران لم ترغب قط في امتلاك أسلحة نووية. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أحرز خرقا دبلوماسيا ناجحا بإعلانه أن الاستعدادات جارية لاجتماع بين الرئيس الإيراني حسن روحاني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأسابيع المقبلة لإيجاد حل للأزمة النووية، لكنه حذر في المقابل من أن الخلافات الدولية حول التعامل مع الملف النووي الإيراني قد تؤدي إلى تصعيد في المنطقة. أضاف إن المناقشات جارية لعقد قمة. بدوره ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن من الواقعية أن يعتقد بأن لقاء سيجمعه بنظيره
الإيراني حسن روحاني قد ينعقد في الأسابيع المقبلة. وقال ترامب: لدي مشاعر جيدة، ينبغي أن يكون طرفا جيدا. وأشار إلى أن دولا عديدة ستقدم خط ائتمان لإيران لتمكينها من تسيير أمورها. وتسعى الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق النووي جاهدة لتهدئة المواجهة التي تزداد حدة بين إيران والولايات المتحدة. ومن مدينة يوكوهاما اليابانية قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو إن اليابان ستحاول تخفيف التوتر في الشرق الأوسط خلال اجتماعه مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف. بوتين وأردوغان في مؤتمر صحفي مشترك وجولة ودية في أسواق موسكو، وتشديد على بذل كل الجهود واتخاذ جميع الخطوات لتثبيت الهدنة في إدلب وفق ستانة. التعاون بين موسكو وأنقرة في المجال العسكري التقني كان عنوان زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى روسيا للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بالإضافة إلى تطوير التعاون بين البلدين في المجالات السياسية التجارية والاقتصادية. وبعد جولة في أسواق العاصمة عقد الرئيسين أردوغان وبوتين مؤتمرا صحفيا مشترك تناول خلاله التطورات المتسارعة في سوريا نظرا لأهمية هذا الملف الإقليمي للدولتين. فقد أعرب أردوغان عن أسفه لأن القوات السورية تخرق الاتفاقات ما يصعب تطبيق اتفاق سوتشي، وأضاف أن العمليات السورية أدت إلى عمليات نزوح كبيرة باتجاه تركيا وهي تعرض القوات التركية للخطر، مشددا على أن بلاده لا تريد أن يستمر هذا الأمر. وأعلن أردوغان أنه سيتخذ جميع الخطوات المناسبة لتثبيت الهدنة في إدلب وفق اتفاق أستانا، وأشار إلى أن القوات السورية خرقت الهدنة في إدلب منذ أيار الماضي، لافتا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات في شرق الفرات، وختم آملا أن تساهم اللقاءات المقبلة في استقرار الوضع في سوريا. بدوره أعلن بوتين أنه سيتم نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر الأراضي التركية، مؤكدا التزام البلدين باتفاق أستانا، كما لفت إلى أنه اتفق مع أردوغان على ضرورة اتخاذ الترتيبات اللازمة لإزالة بؤر الإرهابيين في سوريا، مشيرا إلى أنه يتفهم المخاوف التركية نتيجة النزوح، مؤكدا أن هناك مخططا في مجال تطوير صناعة الطيران العسكري والمدني بين البلدين. وفي فيديو انتشر بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهر خلاله الرئيسين في أسواق العاصمة، حيث قام بوتين بشراء البوظة لنظيره ومزحه قائلا: أنا سأدفع فأنت الآن ضيفي. أردوغان سيحضر ويشارك في معرض ماكس 2019 الدولي للطيران الذي يقام بضواحي العاصمة الروسية موسكو. ذكر مسؤول في التحالف الذي تقوده وحدات حماية الشعب الكردية أن الوحدات ستسحب قواتها وأسلحتها الثقيلة من قطاع على الحدود بين سوريا وتركيا، وذلك بموجب اتفاقات بين الولايات المتحدة وتركيا. وأعلنت السلطة التي يقودها الأكراد وتدير كثيرا أو تدير كثيرا من مناطق شمال وشرق سوريا أن انسحاب وحدات حماية الشعب من بعض المواقع الحدودية في الأيام القليلة الماضية يبرهن على مدى جديتها بشأن المحادثات الجارية. أعلنت الولايات المتحدة أنها ستختبر التزام الحكومة السودانية الانتقالية الجديدة في حقوق الإنسان وحرية التعبير وتسهيل دخول المهام الإنسانية قبل موافقتها على رفع اسم البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وذكر مسؤول في وزارة الخارجية أنه بينما سيكون رئيس الوزراء السوداني الجديد عبد الله حمدوك نقطة الاتصال الرئيسية، إلا أنه أوضح أنه سيتعين أيضا على الدبلوماسيين الأمريكيين التعامل مع الفريق أول محمد حمدان تقلو المعروف باسم حميدة النائب السابق لرئيس المجلس العسكري الذي يقود قوات الدعم السريع. إلى الأخبار الرياضية مع داني حرب. أزال نادي برشلونة الإسباني الستار عن تمثال للاعبه الهولندي السابق الراحل يوهان كرويف أسطورة النادي الكتالوني كلاعب ومدرب، وذلك خلال حفل أقيم خصيصا لهذه المناسبة. وترأس خوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة مراسم إزالة الستار عن التمثال وسط حضور أقارب اللاعب الهولندي الراحل، ومن بينهم نجله جوردي كرويف الذي لعب أيضا لعدة مواسم ضمن صفوف الفريق الأول لبرشلونة. وكان لمع نجم يوهان كرويف بين صفوف برشلونة في السبعينيات من القرن الماضي،
لكن مسيرته كمدرب كانت أكبر في التسعينيات، وحصد معه أول لقب أوروبي عام 1992، وكان حصل كرويف أيضا على الكرة الذهبية في 3 مناسبات، كما غيرت أفكاره التدريبية تاريخ كرة القدم. إذا نعتذر عن رداءة الصوت، ولهنا نصل إلى الختام. نشكر لكم حسن المتابعة، على اللقاء. الملتقى يتجدد في تمام الساعة 11:30. إلى اللقاء.